حياتي غير ظلم. أنا حلمت براجل زي زكريا، بس عمري ما عشت في عيلة نظيفة زيك. أنا كتير قوي الناس كانت بتبصلي بنظرة واحدة مش كويسة عشان مجرد أبويا صاحب كباريه. ساعات كتير قوي كان بيبقى نفسي في حاجة وما لقيهاش، وحتى بنام على مخدتي وأنا مش مبسوطة، لحد ما ربنا رزقني بزكريا، وساعتها ما كانش ينفع إن أنا ما أتمسكش بيه. يا هايدي أنا صبرت كتير قوي. ما صبرتيش قد ما صبرت أنا يا نادي، ما صبرتيش. أنا طول الوقت حاسة إن في بينك وبينه حاجة وما بتكلمش. دايماً حاسة إن في حاجة نقصت منه وما بقتش بتاعتي. وما بتكلمش. كان نفسي أبقى أم، بس حبي لزكريا كان أكبر. إزاي يا نادية اللي في بطنك ده يبقى ابن زكريا؟ على فكرة زكريا بيخلف وما رضيش يجرحك ويقول لك إن المشكلة منك أنت. يا هايدي ما تحرمنيش من ان انا اعيش لحظه واحده جنب زكريا. اهلا 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 يا سليم، اهلا وسهلا. اقعد يا فارس. عشمي شايفك، عشمي شايفك يا سليم يا عم. من ساعة ما بقيت نجم إعلام وأنت ما حدش قدك ولا حد بقى يشوفك دلوقتي. ما تشوفش وحش يا جلال، وأنا ما أظنش إن شفتي هتبقى حلوة أوي. الله ليه كده؟ ليه ليه؟ ليه بس يا سليم كده؟ شوف يا جلال. نعم. إحنا حقنا اللي عندكوا لسه ما جاش، وإحنا استنينا عليكوا كتير أوي. ليه كده؟ ده كان لعب عيال وخلص وانتهى. يا سليم يا اخويا خلينا نفضل بقى للحلاوه والمكسب. امال ايه؟ وكلنا نكسب كده ونبقى تمام مع بعضينا. ما هو عشان كلنا نكسب ونبقى تمام يا جلال لازم الحق يرجع يا اخويا. والحق بيقول ايه بقى؟ العين بالعين والسن بالسن والصباع بالصباع. ماشي السكه دي يا سليم. ما قلنا بقى ان ده لعب عيال وخلص وانتهينا. لازمته ايه الكلام ده بقى دلوقتي؟ على رايك ملوش لازمه. ماشي يا جل، بس فارس اللي هو صاحب الحق بره اللعبه، ومروان بره حق فارس. اقول لك يا سليم يا اخويا، اي حاجه انت عايزها من مروان اطلبها من هنا. احنا يا سليم رقبتي. رقبتك سداده فعلا يا جلال. خلاص قضي الامر عند اذنك. لا والله. ادخل. سيب بين عزازي بره يا باشا. خليه يدخل يا ابني. اتفضل يا باشا. اهلا اهلا يا سيف بيه. ازيك يا سيف بيه؟ تمام والله. ليك وحشه. لو كنت وحشتك كنت سالت عني. اتفضل. فينك كده؟ اهو بعدوني عن القضيه. احسن ما تضايقش نفسك، فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. القضية دي مش ملعبك، قضية مش سالكة. أنت اللي بتقول كده يا سيبي؟ أنت كنت بتديني معلومات عشان نوقع زكريا. كنت غلطان. ده ربنا بيقبل التوبة. مش زكريا اللي أنت بتدور عليه على فكرة. أنا عارف إنك بتقول إنك شفته. بس ساعات العين بتبقى خداعة. دور كويس في تحيات، في تقرير الطب الشرعي. ده شغلك يا سيبي. بعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. انسى زكريا من حياتك خالص وسيبني أنا بقى أفكر لك في اللي جاي. ده أنت حبيبي. خير يا سراج؟ من يوم العملية ما سمعتش منك حاجة. إيه اللي جد؟ لا الحقيقة ما في شيء جديد أبدا.
كل اللي ممكن اقوله صار قديم بالنسبه لك. طب ما دام صار قديم يبقى ملوش لزوم تقوله تاني. زين العطار الله يرحمه كان رجل محترم وربنا حبه وعطاه كل الخير، وانا عمري ما طلعت بخير غيري، انما هلا بسبب هالظروف اللي احنا فيها مش قادر شيلك من قدام عيوني. يمكن كان لازم اقول هالشيء من زمان بس هلا عم اقوله. تفتكر من الرجولة انك تستغل ضعف اللي قدامك؟ ما تفهميني غلط يا مدام، انت بحاجة لرجل يوقف حدك، انت عارفة اني قد هالحمل. يعني انت كنت مستني اللحظة دي ان زين يموت وانا بقى لوحدي وتفتكر اني ضعيفة؟ على ما يبدو فهمتيني غلط، انا جاي اطلب اللي كان لازم اطلبه من زمان. لو كنت عرضته زمان كان هيبقى طلب مرفوض زي ما هو دلوقتي، برضو طلب مرفوض عشان انا زي ما انا ما اتغيرتش عن زمان، وعمري في حياتي لحد ما اموت ما هسمح ان اسمي يرتبط باسم راجل تاني غير زين. على فكره طلبك ده ما زعلنيش، بالعكس ده خلاني اعرف اني لسه بحب زين وهفضل احبه لاخر يوم في عمري، وانه بعده وفراقه ليا لا ضعفني ولا هيكسرني. بالنسبه للكسر ما عاش ولا رح يكون اللي يكسرك، هيدي مضمونه. نورتني يا سراك. شكرا على استقبالك. مش هنبطل بقى يا اما شغل العنطه اللي احنا بنعمله ده، كل شويه تعبانه، الحقني السكر، الحقني الضغط، خلي بالك هتبقى تعبانه بجد ومش هجيلي. هروح امتى القصر يا يحيى؟ ادي النيل على القصر وسنين القصر، ياما انا اللي في دماغي اكبر من القصر. بس هو في دماغي وكبر ومعشش وعاوز اخرج من الحاله المدعوه دي واروح هناك، بيك بقى من غيرك هروح، ده حقي يا يحيى. ياما هاشم بيتكتك وهيوصلني ويوصلك للاكبر من القصر، انت بس لو تتك على الصبر شويه اقسم بالله كل حاجه هتبقى عال. اصبر ايه اكتر من كده يا موكوس؟ ولا اوعى تنسى نفسك، انا ربيتك بطولي وانت لسه حته لحمه، كنت ابوك وامك وكل حاجه، هتقلب عيل الخيخه؟ يا خساره تربيتي فيك، لا انت ابني ولا تلزمني. هو انت عايزه ايه ياما دلوقتي؟ عايزاني اروح ادبح لك كل اللي في القصر عشان تسجن بقيت عمري؟ ده اللي هيريحك؟ لو رايحك قولي لي وانا ناولهولي. لا يا رحم امك، انا عاوزاك تسمع كلامي وتمشي ورايا. صاحب بالين كداب ياما، انا مش همشي وراكي ورا عم هاشم، انا ورا عم هاشم لحد ما مصلحتي تتقضي. أنا داخل أنام ياما. ربنا ما يحوجني ليك، قادر يا كريم، حسبي الله ونعم الوكيل، يا رب يا رب ما تكسب أبدا يا يحيى. ليه ياما؟ تدعي عليا ليه؟ ده اللي أنا فيه ده كله بسببك أنتِ. ياما ده أنا مش عايش غير عشان أرضيكي وبس. انت السبب في كل اللي بيحصل لي ده، انت اللي رضعتيني كرة زين العطار، علمتيني ان دمه حلال وان عداوته وايمان بربنا اللي ما بينساش، ما علمتنيش ابقى مكانه ولا خليتيني احلم بالقصر واتمنى ابقى عايش جواه. حرام عليكي بقى ياما، كفايه صعب قوي كده يا ام وحي، ربنا ما رضاش بالظلم، ما رضيش بالظلم اللي هو عمله زمان ولا هيرضى بالظلم اللي انت عايزه تعمليه دلوقتي. انا سيبها لك وماشي يا ماما.